واحد يقترح ديال الدجاج في الفران. الدجاج في الفران هي توسان كنشدو الدجاج كيكون ديجا مغسول البارح ولا كيكون داك ناشف. كنقبطو مول ديال الدجاج ولا المول اللي عندك كندهنوه بزيت العود معلقة ولا معلقة ونص ديال زيت العود. كنديرو بصلة دواور كنديرو فلفلة دواور كنديرو مطيشة دواور هي بالزرارة بكلشي كنحيد بها ديك الطريبيشة اللي عندها نبات الفوقانية صافي هي بزرعة الطريبيشة واخا وكاين اللي كيبنقي شوية منقي شوية كيخليه ايه المهم كنبغي كتخليها بالزرعة ديالها وكتشتفي البصلة اللي هي الأولى الفلفلة الثانية مطيشة من الفوق هذاك الدجاج كنديرو عليه غير الملحة والكمون والزعتر فقط صافي وكنفتو داك الدجاج من فوق هادشي اللي درنا كنغطيو المول بورق الطبخ كنديرو عليه بابي ألمنيوم كندخلو الفرن كتجي غزالة اختسامة تجي ناشفة وكتجي ناشفة من بعديك خضيرة ايه طريقة ديالو سهلة بارك الله عليك لطيف الله يعطيك الصحة وكنشكرك بزاف على المشاركة ديالك معنا اليوم هاد الاقتراحات مرحبا بك دائما والمزيد من الاقتراحات اكيد ان شاء الله فرص مقبلة في تواصلي معايا باش نستقبل